أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة جنة الأعشاب لخبير الأعشاب الكاتب والباحث في الأعشاب حسن خليفة. أتمنى تستفيدوا من وصفاتنا دائما من خلال صفحتنا على اليوتيوب جنة الأعشاب. وصفتنا اليوم إن شاء الله وصفة سهلة وأمينة، اللي هي لحب الشباب من داخل بيوتنا. دائما بسهل عليكم بالمعلومة السهلة والأمينة. بنحضر قشر الرمان، قشور الرمان بنطحنها، يعني بناخذ قشور الرمان المطحون قدر ملعقتين. ايضا بنعجنهم بخل التفاح الطبيعي قدر ملعقتين، بيصيروا مثل الكريم. بنضع عليهم ملعقة من مطحون عشبة الإرقطيون، عشبة اسمها الإرقطيون. بنخلطهم كلياتهم مع بعض حتى يتجانسوا، بندلكها على حب الشباب على الخدود والجبين والصدر، وهذه من المجربات بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا منقوع التمر هندي، تغسيل الوجه فيه هذا مجرب من المجربات. أيضا بقطنة نستخدم خل التفاح الطبيعي ونمررها على الحب، حب الشباب، وأيضا البثور، وهذه من المجربات. خصائص خل التفاح للبشرة وللحبوب والالتهابات خصائص جدا عجيبة، وخل التفاح من المجربات الأمينة والمعروفة بإذن الله سبحانه وتعالى. أذكر أيضا بوصفة سهلة للي عندهم الكلف والتصبغات. إذا الطحينية، تعرفوا الطحينية اللي يستخلصوها من السمسم، من أسمائها الراشي، من أسماء الطحينية اللي هي الراشي. بناخذ قدر ملعقتين، بنعصر عليهم نصف ليمونة، بنخلطهم مع بعض طبعا بصحن صغير، وبندلك على المنطقة اللي فيها الكلف. وأيضا خصائصها إنها مغذية للبشرة، مفيدة جدا للبشرة. وأيضا من خصائصها إنها مفيدة جدا للخدود وتسمين الخدود. وأسأل الله سبحانه وتعالى تكونوا استفدتوا من هذه المعلومة اللي نقدم لكم إياها من خلال قناتنا، اللي رايحين تتواصلوا معنا وتعطونا عليها إذا استفدتم لايك قناة جنة الأعشاب على اليوتيوب. وأتمنى من كل الإخوة على الفيسبوك يعطونا أيضا رضاهم عنا وعن حلقاتنا اللي نقدمها لوجه الله عز وجل، حتى يستفيدوا الناس من حسن خليفة وخبرة خبير الأعشاب حسن خليفة. روحوا، سلام الله عليكم، وروحوا ورحمته وبركاته.